مظهر من مظاهر السيادة يعلن استعادته البنك المركزي اليمني بإصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، سيبدأ تداولها اعتبارا من يوم غد الأحد 21 من شهر رمضان المبارك. ودعا البنك المواطنين للاتجاه نحو نقاط خاصة لاستبدال العملة التالفة ستعمل على مدار الساعة. نتيجة للعدوان الظالم على بلدنا وحربه على العملة الوطنية وتسببه بتراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية ومقابل الدولار من 215 ريال إلى السعر الحالي 530، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير وواسع من قبل غالبية أبناء شعبنا. ذلك جعل أولوية البنك المركزي في حل ومعالجة العملات المساعدة أولا، ولذلك جاء الإصدار المعدني للعملة من فئة 100 ريال نظرا لطول عمر العملات المعدنية الافتراضية مقارنة بالعملات الورقية. البنك المركزي سيحرص على حفظ نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدالها وكفحها أمام المواطنين واستبدالها، كما أنها ستكون متوفرة هذه العملات لجميع القطاع المصرفي، ولكن سيكون هناك نقاط محددة تعمل على مدار الساعة ستكون أبوابها مفتوحة للمواطنين. بخصوص بقية الفئات الثالثة، إلى أن يتم الدراسة في الوضع بشكل أفضل بإمكان أي مواطن يقول البنك المركزي في معرض الإجابة على تساؤلات الصحفيين بأن طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف، لأن الإصدار خصص لاستبدال العملة الورقية التالفة وليس إضافة للكتلة النقدية الموجودة. بخصوص مصير العملة فئة 100 الصالحة، هي ستكون قابلة للتداول لمن أراد. الذي لا يريد أن تبقى العملة بمئة ورقية بإمكانه أن يستبدلها، وبالتالي الخيار للمواطنين والخيار للجمهور سواء يستبدلوها أو يتداولوا بها، هذا الخيار لهم. البنك المركزي دائما سيراجع سياساته بناء على سعر العملة أمام العملات الأجنبية وسيتخذ ما هو مناسب، وهذا يعني أن المئة ريال لن تكون إلى ما لا نهاية عملة معدنية، وعندما تتغير الظروف التي نعيشها حاليا سيباشر البنك المركزي تغيير سياساته سريعا ويحيطكم علما إن شاء الله، لأن هناك مفاجآت أخرى إن شاء الله بعد العيد ستفاجئ الصديق والعدو إن شاء الله. ويؤكد البنك المركزي بأن العملة الورقية فئة 100 ريال لن تفقد قيمتها وأنها بديل للتالف فقط، كما أكد البنك بأن هذه الخطوة سيعقبها إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال، وأن هذه العملة المعدنية قد سكت وفق أحدث المواصفات والممارسات العالمية. حسين شوقي، المسيرة، صنعاء.